هذا العصر ولاك حاكم الاحكام انقذ من المكتوم الصادق القريشي نصوا عليك رجال يا فارس اللطام عدوا لنا اثناك قبل ما جناشي سيدي حمقان صادق في الكلام خليت ابني احمد ويح المعرفاشي اخلف تتماسين يا علي المقام مصباح الاحباب يضوى ما يطواشي هذا القطب يعرفه كان الفهم سيدي احمد كرامته ما نشحتهاش لبس نبينا بدر التمام مصغيم المكتوم صاحب الكناشي هو ممد الخلاق عن ساير الدوام بحر صافي حليب ويحل ما ورداشي ديوان الصالحين الحبيدي خدام اقطاب لما كامله ما تمثلاشي فضله مولانا بمقام الخدام جامع الواصلين ما دركتاشي واليوم حط خليف تعالم العلام احمد بن حمود عهده ما ننساشي يا ابن حما راني لكم غلام قل لي يا مريد ريح ما تشغاش ما عندي شفارك في الدنيا امام اللي يتوسل بيك كامل متل وحاشي غيث بن حمية يشعر في نظام يتفخر بفضائلك على الغير عاشي قلبه ولا بيك ما يهواه ندام محبة لله حق ما تفناشي سألتك بالنبي والأصحاب الكرام والدجان اللي حبه سابق في جاشي اكتبني يا والأحباب سألك في زمام ربي يمحي ذنوبنا ما يكافي ناشي اطلب الكريم خالق كل غسام عند الله مقبول جاك ما يرداشي يا قهر جيش الكفر ينصر دين الاسلام ياتي صاحب الحق يظهر ما يبطاشي ملينا من حكم باطل الظلام فحل العلوش اللي كانت ما تسواشي عادل يقول الحق داروه ولد حرام اللي يفعل في الخير والله ما مناشي طهمة هالجهال عبادة الأصنام قداش نفرعين ما سميهاشي متحزمة للدنيا حزام فوق حزام اللي هذا متبع نفسه ما يعصيهاشي ظهرك شياطين تلدغ مثل سوام يا سمعني بعد ما تقرب هاشي فيهم الباني زاوية من غير اطعام المجلب لاش الفانية ما ينظر لاشي كل فاجر يصطاد يختلف العوام يسلب غوم الظلال اللي دينها راشي ابليس اللي يطير ويمشي على الاقدام لا ويدور بحسابنا ما يسلبحناشي ما خافوش الاحباب سارحنا لجام ربي كلف بينا ما يهملناشي ضمانة النبي اي طبعات بسبع اغلام باذن الله الغفار الفضل ما يحصاشي يا سامع نوصيك لا يهزك تخمام شدة طريق الخير باين ما يخفاشي شاتي نبي ناجيه يقضى موشي منام يذكر الوظيفة ما يتركهاش.